شغاله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويوم جديد إن شاء الرحمن يكون سعيد على كل مصر، مش عشان الأهلوية بس ولا عشان الأهلي هو اللي بيواجه فرقة من خارج القطر المصري ولا المواجهات المحلية وفرقة إفريقية عربية شقيقة بالتأكيد هي وفاء الصيف، لكن الأهلي بيسعى للوصول للمباراة النهائية للمرة الـ 12 في تاريخه. الأهلي واجه قبل كده أندية جزائرية كتيرة جدا، وصل عددهم لخمس فرق، بدأها مولدية الجزائر سنة 76 ونهاها بوفاء الصيف في 2 أكتوبر الماضي، والفوز بهدفين يا رب إن شاء الرحمن النهاردة يتقرر المشهد أو نخرج بنتيجة تساعدنا على بطاقة التأهل للدور النهائي، عشان يكون المرة الـ 12 في تاريخ النادي الأهلي يضرب بها كل الأرقام اللي موجودة في أفريقيا، سواء كان من الأندية اللي موجودة في مصر أو من الأندية بالتأكيد العربية أو الإفريقية في كل القارة بإذن الله. مواجهة صعبة أكيد، مواجهة مش سهلة بالتأكيد، مواجهة مع فرقة عنيدة جدا 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 على أرضها ووسط جمهورها، وليه لأ؟ وإذا كانت المباراة وهي هتبدأ بتوقيت مصر إن شاء الرحمن الساعة 9 إن شاء الله، يعني بعد ساعتين من دلوقتي، و80 ألف متفرج، 80 ألف مساند ومشجع ومؤازر لوفاء الصيف، وده حقهم بالتأكيد، يعني إن هم بيأزروا فرقتهم وبيشجعوها من يومين ثلاثة فاتوا. أبص هنا بقى، بالظبط كده، والصور قدامكم في الملعب، الصور قدامكم دلوقتي، الكلام ده قبل ساعتين من اللقاء، قبل ساعتين كاملين من اللقاء، ساعتين كتير جدا على المشاهدة اللي انتوا شايفينها، لكن ليه لأ وهم بيلعبوا فرقة النادي الأهلي بطل القرن الإفريقي، أكبر فرقة واخدة بطولات إفريقيا في مسابقة هي الأقوى والأعظم في بطولة إفريقيا أو في قارة إفريقيا، فأكيد يعني هتلاقوا المشهد ده، وهتلاقوا أكتر وأكتر كمان من المساندة بقى والمؤازرة أثناء اللقاء نفسه. إن شاء الرحمن يكون أحداث اللقاء بإذن الله تكون مناسبة للنادي الأهلي، وأحداث اللقاء وظروفه تكون هايلة، في طاقم تحكيم مقاوم من جوميز الحكم الجنوب أفريقي، إن شاء الرحمن يكون موفق. أنا في تقديري الشخصي وفي رأيي الشخصي هو حكم مميز جدا جدا، بس الواحد من عناصر اللعبة ممكن ما يبقاش موفق، إن شاء الله يكون موفق النهاردة، لكن بمجمل عام وجهة نظر الشخصية إن هو أحسن حكم إفريقي، أحسن حكم إفريقي. على الجانب الآخر إحنا خلينا في ملعبنا طبعا وخلينا في مباراتنا، لكن بنقول لكم معلومة، يعني على الجانب الآخر في تونس على استاد رادس بيواجه الترجي التونسي أول أغسطس، وكانت المباراة الأولى كانت شهدت تفوق أول أغسطس بهدف للا شيء، لكن الشوط الأول انتهى بتفوق الترجي 2-1. النتيجة ديت تدي بطاقة التأهل لأول أغسطس، لكن لسه 45 دقيقة في عالم كرة القدم وتحديدا على رادس وملعب الترجي التونسي ومشجعين ومؤازري الترجي التونسي في كل مكان وخصوصا في تونس، بالتأكيد يعني هيكون عندهم أمل كبير جدا في ال 45 دقيقة الباقية من عمر اللقاء. هنقول لكم الأخبار أول بأول، لكن النص الثاني النهاردة من ملعب الأهلي في الأمور التحليلية التفصيلية الخاصة بقبل نهائي دوري أبطال إفريقيا الأهلي وفاق الصيف، هيكون معانا كابتن شريف عبد المنعم، كابتن محمد حشيش، وكابتن أسامة حسني. عشان الأحداث سريعة وجبنا لكم الملعب من هناك، من ملعب 8 مايو 1945 هو ملعب وفاء الصيف، جبنا لكم الصورة وجبنا لكم المؤازرة وجبنا لكم الناس اللي موجودة في المدرجات. نروح لكريم أحمد مراسلنا من هناك ويقول الأخبار إيه والأجواء إيه. كريم اتفضل. كل التحية لك كابتن سيد عبد الحفيظ، برحب بيك في البداية وبكل نجوم الاستوديو التحليلي، جمهور النادي الأهلي أينما كنتم، دقائق بسيطة ولحظات بسيطة تفصلنا عن مباراة النادي الأهلي وفاق الصيف في مباراة الإياب على ملعب 8 مايو في الساعة 8 مساء بتوقيت الجزائر، 9 مساء بتوقيت القاهرة. الأمور ماشية على ما يرام، كل الأمور هنا مهيئة إن شاء الله لفريق النادي الأهلي بتحقيق نتيجة إيجابية وأداء أيضا كعادة النادي الأهلي والتأهل بإذن الله للمباراة النهائية والحصول على البطولة الأفريقية، حلم كل جمهور النادي الأهلي، وأيضا كمان وصلنا لكأس العالم للأندية. لو بطمن بشكل عام كل جمهور النادي الأهلي على الأجواء، على اللعيبة بشكل عام، الحالة البدنية، الحالة المعنوية، التركيز الشديد اللي بنأكد عليه أكتر من مرة لفرضه كابتن محمد يوسف مدير الكورة، وأيضا كمان مستر باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق النادي الأهلي. الحالة دي يمكن شايفينها منذ وصولنا هنا، الكل مركز في التدريب، بنشوف جدية وحماس، اللعيبة بتتكلم بعضها، محاضرات يمكن فردية ومحاضرات جماعية. كابتن حسام عاشور قائد فريق النادي الأهلي يمكن بيقوم بمجهود كبير جدا كواحد من اللعيبة
الكبار اللعيبه الخبره بيتحدث مع اللاعبين في كل وقت، كل وقت بنشوف فيه تجمع للعيبه النادي الاهلي كابتن سيد، الحديث فقط عن هذه المباراه واسعاد الملايين من جمهور النادي الاهلي. كل اللعيبه كمان يا كابتن سيد حالتها، يمكن الناس بتسال على احمد فتحي، على ميدو جابر، حسام عاشور، كل اللعيبه اللي راجع من اصابه، لكن بطمن كل جمهور النادي الاهلي احمد فتحي جاهز وسيكون في التشكيله الاساسيه ان شاء الله لفريق النادي الاهلي. كل اللعيبه جاهزه، كل اللعيبه في حاله تركيز، عندنا ثقه كبيره في فريق النادي الاهلي ان شاء الله ان احنا نصعد من هنا في الجزائر بالتاهل للمباراه النهائيه باذن الله. كمان يمكن بعض اللعيبه بتشاهد المباراه، مباراه الترجي وفريق اول اغسطس، متقدم فريق اول اغسطس بنتيجه 1-0 في هذه اللحظات، مباراه مهمه اكيد. النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله سيكون في المباراه النهائيه ايا كان باذن الله، سواء الترجي التونسي او ايضا كمان بيريمير ودي اغسطس. مستمرين معاك يا كابتن سيد ومع كل جمهور النادي الاهلي في كل مكان، لحظه بلحظه على ملعب الاهلي ونقل خاص على شاشه قناه النادي الاهلي لكواليس مباراه النادي الاهلي وفاق ستيف الجزائري. عوده ليك يا كابتن سيد عبد الحفيظ. اهلا كريم مره ثانيه، وبشكرك بالتاكيد، بتغطي تغطيه هايله جدا وممتازه جدا. ان شاء الله الرحمن باذن الله يبقى يوم سعيد على كل الاهلاويه، كمان نفرح كلنا كمصريين بكل مختلف ميولنا ان شاء الله الرحمن بصعود النادي الاهلي للدور النهائي ان شاء الله الرحمن. تشكيله النادي الاهلي النهارده ما اختلفتش كتير عن التشكيله الاولى اللي خاض بها الاهلي مباراه وفاق الصيف، باستثناء تغيير واحد فقط، هو دخول ايمن اشرف مكان صبر الرحيل ودخول سعد سمير مكان ايمن اشرف. لكن التشكيله بشكل عام تغييرت مراكز صحيح، لكن تغييره في واحد بس، عنصر واحد بس، اللي هو ايمن اشرف مكان صبري رحيل. يبقى ال11 اللي كانوا موجودين في مباراه وفاق الصيف الاولى اللي كانت يوم 2 اكتوبر دخل مكان بس سعد سمير في التشكيله وخرج صبر الرحيل، لكن في تغييره في المراكز كده خلينا اذكركم بيها. في حراسه المرمى محمد الشناوي، احمد فتحي، وسعد سمير، وسليف كلوبالي، وايمن اشرف، حسام عاشور، وعمر السوليه في نص الملعب، وكمان اسف ده ممكن يبقى حسام عاشور كمان دخل، حسام عاشور كان بادئ مثل المباراه الاولى، واسلام محارب، ووليد سليمان، واحمد حمودي، و وليد أزارو. يبقى التشكيلة مرة تانية في محمد الشناوي، أحمد فتحي، وسعد سمير، سليف الكلوبالي، وأيمن أشرف، حسام عاشور، وعمرو السلية، وإسلام محارب، وأحمد حمودي، ووليد سليمان، ووليد أزارو. دي تشكيلة الأهلي اللي هيخوض بها اللقاء، كل التوفيق بإذن الله أيا كان اللي موجود بقى في التشكيلة، لكن إن شاء الرحمن بإذن الله يكون موفقين بإذن الله من أول ماتش لآخره. خليني أقول لكم بقى تشكيلة وفاء الصيف نفسه، يعني تشكيلة وفاء الصيف بقى: زغبة في حراسة المرمى، رضواني باك رايت، فرجاني باك ليفت، وربيعي وبدران في قلب الدفاع، في النص سيدهم الياس سيدهم وعبودي اللي هو الاثنين ارتكاز. وبيلعب النهاردة بتغييرة غريبة شوية، مش غريبة شوية، اللي خاض بها الشوط الثاني في مباراة الأهلي، إسلام بكير مكان حسام الدين غشة. لو تتذكروا حسام الدين غشة اللي هو كان رقم 27، لا بيلعب إسلام بكير النهاردة، هيلعب على أحمد فتحي، وأكرم جحنيط اللي هو كان واحد من عناصر المميزة جدا في المباراة الأولى، وعبد المؤمن جابو هيلعب على أيمن أشرف بقى، والحبيب بكلمونة ده المهاجم بتاع وفاء الصيف. يبقى تشكيلة وفاء الصيف مرة تانية: زغبة ورضواني باك رايت، وفرجاني باك ليفت، وربيعي وبدران في قلب الدفاع، الياس سيدهم وعبودي في نص الملعب، وتلاتة في ورا راس الحربة: اسلام بكير، واكرم جحنيط، وعبد المؤمن جابو، والحبيب بكلمونة. يبقى الراجل ده بيلعب ب 4-2-3-1 في مواجهه الاهلي ان شاء الله الرحمن. الاهلي حسام عاشور وعمرو السوليه باذن الله يكون لهم دور كبير جدا النهارده في المواجهه باذن الله، مواجهه اللاعبي وفاق الصيف والطريقه اللي هيلعب بيها وفاق الصيف. المباريات الجزائريه وشمال افريقيا بشكل عام، يعني اول 10 دقائق او اول ربع ساعه بتبقى حماسيه بشكل منقطع النظير، مسانده جماهيريه، يعني فاعلية موجودة في المدرجات بتأثر بالتأكيد على اللعيبة بتاعة وفاء الصيف في الملعب، فهتلاقي حماس ممكن يبقى زيادة شوية. لو انت قابلت الحماس ده بهدوء نسبي في الباص ما يتفقدش منك بسهولة، تستغل كل دقيقة لصالحك انت، بتهبط شوية من المعنويات، الحتة الجماهيرية اللي هي المساندة في أول 10 دقايق أو ربع ساعة ممكن في بعض الأحيان تتقلب ضد، تتقلب أداة ضغط، يعني استعجالهم في الفرص او الاهداف يتقلب عليهم. كل ما عدى الوقت من وجهه نظر الشخصيه في مصلحه النادي الاهلي، لان النادي الاهلي متقدم بهدفين، الاهلي داخل المباراه وهو في رصيده هدفين، فكل المباراه مشيت مع النادي الاهلي، يا سلام لو ربنا كرمنا سبحانه وتعالى بهدف في الشوط الاول او في الشوط الثاني مش مشكله، المهم ان يبقى فيه هدف، ولو ما حصلش ده انت معاك هدفين، فافضل محافظ عليهم لحد اخر يعني 10 دقائق ربع ساعه، هتلاقي المساحات لوحدها، او ثلث ساعه كمان هتلاقي المساحات لوحدها، وليه لا؟ وكمان هم عندهم الباك ليفت
الراجل اللي اسمه فرجاني ده عنده الحته الهجوميه كويسه، لكن عنده الحته الدفاعيه فيها مشاكل كتير، فممكن تستغلها بقى عن طريق حمودي، تستغلها عن طريق وليد سليمان، هتستغلها عن طريق وليد ازارو حتى لو اتطرف شويه، مع ان انا مش عايزه اتطرف كتير لان 18 يعني مهم جدا يكون فيه وليد ازارو. كل الحاجات دي هنستعرضها مع نجومنا كابتن شريف عبد المنعم وكابتن محمد حشيش وكابتن اسامه حسني. لكن انا بتكلم بشكل عام المواجهه الافريقيه الجزائريه او شمال افريقيا بشكل كبير، وتحديدا الجزائر بتبقى العمليه الحماسيه زياده قوي، بيبقى في رده فعل سريعه جدا، انت ما تتنرفزش وما تتعصبش، وخصوصا ان الحكم هادي الطباع اصلا، يعني الحكم مش من النوع اللي بيتنرفز اساسا، هتلاقيه مبتسم على طول وهتلاقيه بيهدي الدنيا على طول، وهو قد كده صحيح لكن قراراته كويسه، يعني جوميز ده صغير في الحجم لكن قراراته كويسه جدا يعني، وتحديدا حكام جنوب افريقيا عشان الواحد يبقى فير يعني، يعني من ايام بنت الحكم كان ممتاز جدا، لكن اخر مواجهه ليه في كاس الامم الافريقيه كان غير موفق، على اثرها طلع حتى من التقييم او التصنيف. لكن ايدي مايه هو المسؤول دلوقتي في الاول، ايدي مايه ده اللي كان حكم مباراه الاسماعيلي وانيمبا لو تفتكروا في 2000 وايه انيمبا كانت 2000 تقريبا، سنه 2000 تقريبا، الاهلي الاسماعيلي وانيمبا كان غير موفق في اللقاء، لكن برضو كان حكم مقبول شويه، لكن اللقاء ده كان غير موفق، وتحديدا كمان مباراه مصر والجزائر لو تتذكروا اللي كانت في السودان برضو كان غير موفق. لكن على العموم حكام جنوب افريقيا من الحكام المميزين، من الحكام اللي هم عندهم حاجات كتير جدا. الاهلي عنده دوافع كتير، الاهلي عايز يوصل للمباراه النهائيه عشان يعمل رقم قياسي ما حققوش اي حد، عنده الخبرات وعنده القدرات، صحيح عنده مشاكل في الغيابات وتحديدا يعني في علي معلول او اجاييه اللعيب اللي هو يعني غايب بقيله فتره، لكن عندنا حسام عاشور وعندنا احمد فتحي وعندنا وعندنا عمرو السلية وعندنا وليد سليمان وعندنا وليد ازارو وعندنا ايمن اشرف وعندنا سعد سمير وعندنا كولوبالي وعندنا اسلام محارب واحمد حمودي، كل دول عندهم خبرات دفاعيه خبرات افريقيه كبيره جدا، وتحديدا النص الاول اللي انا ذكرته. فان شاء الرحمن الامر بالنسبه للنادي الاهلي يكون اسهل. دلوقتي الترجي اتعادل او دخل مرمى هدف لانه كان متقدم، بقت النتيجه 2-2 واللي لسه بدري شويه، يعني ممكن يبقى باقي حوالي اكتر من نص ساعه ولا حاجه او اكتر من 25 دقيقه، لكن الأمر بيتصعب على الترجي التونسي. الترجي التونسي دلوقتي النتيجة بتاعته 2-2 واللقاء الأول كان خسران 1-0، يعني فاضل حوالي 26 دقيقة أو 27 دقيقة، الدقيقة 66، يعني أنت بتتكلم في 24 دقيقة على أرضك وسط جمهورك مش قليل، لكن برضو مش كتير، أنت مطالب بهدفين، يعني الترجي عشان يوصل للمباراة النهائية مطالب أن هو يحرز هدفين في أول أغسطس بعد ما تعادل 2-2 وخسران اللقاء الأول 1-0، عشان يوصل للمباراة النهائية لازم يكسب فرق 2، يعني يكسب 4-2، فهو عايز هدفين دلوقتي. وارد في الكورة، وارد 24 دقيقة والأربع خمس دقايق وقت بدل ضايع، يعني أنت بتتكلم في نص ساعة، ونص ساعة في الكورة كتير، وهو كمان في الشوط الاول جاب جول في الدقيقه 16 وجاب جول في الدقيقه 27، يعني في 11 دقيقه جاب جولين، فيقدر، لكن ممكن تبقى الامور صعبه. مالناش علاقه بالترجي، مالناش علاقه باول اغسطس، خلينا في حالنا وخلينا في طريقنا، لكن انا بقول لكم الاحوال والاجواء اول باول في المواجهات الافريقيه، وهي البطوله الاكبر طبعا والاقوى والاقدر بالتاكيد في قاره افريقيا. فان شاء الله الرحمن باذن الله يبقى مواجهه بالنادي الاهلي بخبرات لعيبه النادي الاهلي، بشخصيه النادي الاهلي، يقدروا يتعاملوا مع اللقاء بشكل كويس قوي، يقدروا يتعاملوا مع الانفعالات او العصبيه او الحماس الزائد المتوقع على النادي الاهلي او فرقه النادي الاهلي من لاعبي وفاق الصيف، او حتى الامور اللي خاصه بالمدرجات من حماس او شماريخ او اصوات او يعني تشجيع بشكل كبير جدا، ده حقهم، دي الكوره كده مفيش اي حاجه يعني، لكن في النهايه ان شاء الله الرحمن ما يخرجش الامر بره الاطار، وما يخرجش الامر كونه مباراه كره قدم هنا او هنا ان شاء الله، وان شاء الله الرحمن الاهلي باذن الله يحسم اللقاء لصالح، ان شاء الله الرحمن باذن الله كل دعوات الاهلاويه وكل دعوات المصريين مع النادي الاهلي. خلينا ناخد جرافيك كده سريع على المباراه، وعايز اقول لكم في الاخر كده برضو شويه مقارنات هنقولها مع ضيوفنا من خلال بعض اللعيبه وبعض المراكز. لكن الاهلي بيواجه وفاق الصيف، طبعا اللقاء الاول كان انتهى 2-0 ل النادي الاهلي، كانت المباراه يوم 2 اكتوبر على استاد السلام لو تتذكروا 2-0. اللقاء الثاني اللي بيجمع الاهلي في نفس التوقيت مع وفاء الصيف هو مواجهه ما بين الترجي واول اغسطس، النتيجه 2-2 زي ما ذكرت لحضراتكم، احنا في الدقيقه 68 من عمر اللقاء هناك. دي مباراه الاياب، وفاء الصيف مع الاهلي والترجي مع اول اغسطس. ان شاء الله الرحمن اللي جاي هقول لكم بقى مشوار
البطوله الافريقيه اللي جايه من حيث القيد والنظام وكل حاجه، بس في حلقات قادمه باذن الله. مشوار الاهلي في الادوار التمهيديه حتى وصوله للدور قبل النهائي بداوا يوم 6 مارس بالفوز على منانا الجابوني 4-0، ثم الفوز على منانا الجابوني ايابا ب 3-1، وبعد كده دخل في دوري المجموعات اللي هو دور ال 16 حديثا، واجه الترجي التونسي على استاد برج العرب 0-0، وواجه كامبالا سيتي وخسر 2-0 يوم 15 مايو، و17 يوليو كانت مواجهه الاهلي مع تاون شيب اللي بدا بيها الاهلي يرجع تاني لمساره الطبيعي وكسب 3-0، ولقاء العوده كان في تاون شيب برضه في بتسوانا وكسب الاهلي 1-0 بهدف لسليف كولوبالي لو تتذكروا، ثم هدف وليد ازارو في الترجي التونسي يوم 17 اغسطس اللي ادى افضليه للاهلي ان هو يتصدر المجموعه، وبعد كده كان في لقاء مهم جدا مع الاهلي المصري مع كامبالا سيتي على استاد برج العرب برضه، والنتيجه 4-3 لصالح الاهلي. في الدور ربع النهائي اللي هو دور الثمانيه، الدور الثمانيه كان حريه الغيني بيواجه الاهلي يوم 14 سبتمبر والتعادل السلبي 0-0، ثم الاهلي مع حريه الغيني مره ثانيه على استاد السلام في 22 سبتمبر والنتيجه 4-0 لصالح النادي الاهلي في واحده من احلى لقاءات الاهلي في المشوار الافريقي، وبعد كده وقع الاهلي مع وفاء الصيف يوم 2 سبتمبر او 2 اكتوبر اسف الجاري، والاهلي كسب 2-0 لو تتذكروا حضراتكم، وده اللقاء العوده باذن الله تعالى. مباراه وفاء الصيف اولمبيك ريال ده كانت من جمهوريه افريقيا الوسطى، وقدر وفاء الصيف انه يكسب 6-1 في الادوار التمهيديه، ولعب دور قبلينا وبعد كده تعادلوا 0-0 في مباراه العوده. ادوالا ستارز ده بطل غانا كسب وفاء الصيف في غانا 1-0، وبعد كده وفاء الصيف كسب ادوالا ستارز بطل غانا 4-0 في الجزائر في مواجهه كانت 18 مارس 2018، وبعد كده وقع في مجموعه بتضم مازيمبي ومولديه الجزائر من بلده والدفاع الحسني الجديد، كانت مواجهات صعبه بالتاكيد. مازيمبي كسب وفاء الصيف في الكونغو 4-1، وبعد كده وفاء الصيف خسر من مولديه الجزائر 1-0، كانت بدايه مشواره صعبه كتير في دوري المجموعات، لكن قدر وفاء الصيف انه يرجع ويكسب الدفاع الحسني الجديد 1-0 او 2-1 اسف، وبعد كده يتعادل معاه في المغرب 1-1، وبعد كده وفاء الصيف بيتعادل مع مازيمبي في الجزائر 1-1، ومولديه الجزائر بيخسر من وفاء الصيف 1-2، ودي المباراه اللي ادت افضليه لوفاء الصيف ان هو يصعد عشان يقابل الوداد المغربي في الدور الثمانيه يوم 14 سبتمبر في الجزائر على استاد 8 مايو نفس الاستاد اللي هيتلعب عليه اللقاء النهارده، ويكسب 1-0، وبعد كده يتعادل مع الوداد في المغرب 0-0. موقف الاهلي في جدول المجموعه الاولى كان الاهلي لعب 6 مباريات، فاز في 4 وتعادل 1 وخسر 1، كان له 9 اهداف وعليه 5 اهداف، الفارق 4 ونقاطه 13. وفاء الصيف لعب 6، فاز 2، تعادل 2، خسر 2، له 7 وعليه 9 ماينس 2 ونقاطه كانت 8 نقاط. الهدافين هنا وهنا وليد ازارو للاهلي ب 6 اهداف، والحبيب بقلمونه 3 اهداف من وفاء الصيف. زي ما قلت لحضراتكم هي ارقام ما بين الاهلي والمواجهات الافريقيه، وتحديدا يعني انديه الجزائر، 5 مواجهات جمعت ما بين الاهلي وابطال الجزائر. انديه الجزائر كان اتحاد العاصمه ومولديه الجزائر وشباب بولسداد وشبيبه القبائل ووفاء الصيف. الاهلي ليه في شباك الانديه الجزائريه 21 هدف، وعليه من الانديه الجزائريه 14 هدف، يعني له 21 وعليه 14، فاز في 9 لقاءات على الانديه الجزائريه وتعادل في 5 وخسر في 4 لقاءات، لان هم 18 لقاء جمع الاهلي ما بين الانديه الجزائريه. الاهلي ان شاء الرحمن في مواجهه جزائريه باذن الله تحت صفاره او بقياده الحكم اللي قدامكم على الشاشه ده، الحكم اللي ادار للاهلي 3 مباريات خلال تاريخه، هو مواليد 82، زي ما قلت لكم هو يعني صغير الحجم لكن في النهايه قراراته وشخصيته كبيره جدا، انا اعرفه كويس طبعا بالتاكيد، هو راجل كفء جدا، يا رب يكون موفق النهارده ان شاء الرحمن، ما يتاثرش بعامل الجمهور ابدا. حكم للاهلي 3 لقاءات، بدأها بالقطن الكاميروني لو تتذكروا اللي فاز فيه الأهلي بهدفين للا شيء، كان أحرزهم مؤمن زكريا وأجايه هناك في الكاميرون، وبعد كده حكم للأهلي واحدة من أشهر لقاءات الأهلي عبر تاريخه الإفريقي، كانت مواجهة النجم الساحلي السنة اللي فاتت، يعني تحديدا من سنة من دلوقتي، كانت يوم 22 أكتوبر 2017، وقدر الأهلي يتفوق على
النجم الساحلي بسداسية لو تتذكروا بهاتريك كان لوليد أزارو، ورامي ربيعة كان جاب هدف، وكان كمان علي معلول كان أحرز هدف، ووليد سليمان كان أحرز هدف. اللقاء اللي خسره الأهلي مع تحت قيادة جوميز كان لقاء كامبالا سيتي اللي خسره الأهلي 2-0. على المستوى الدولي كمان كمنتخبات، حكم الجوميز لمنتخب مصر لقاء مع أوغندا اللي قدرت مصر تكسب بهدف لمحمد صلاح في مرمى أوغندا. وشه حلو إن شاء الرحمن علينا، وإن شاء الرحمن بإذن الله نصعد للدور النهائي بإذن الله في مواجهة أيا كان الترجي أو أول أغسطس، اللي أول أغسطس لحد دلوقتي محقق مفاجأة كبيرة جدا جدا، مش في المباراة دي بس، ده حتى كمان لما خرج مازيمبي من اللقاء بعد تعادله الإيجابي مع مازيمبي 1-1 هناك، وكانت عادل في أنجولا 0-0. خلينا في مشوارنا وطريقنا، لكن هنقول لكم الأحداث والأخبار أول بأول إن شاء الرحمن. هنطلع فاصل وبعدين نستقبل ضيوفنا بقى كابتن شريف عبد المنعم وكابتن محمد حشيش وكابتن أسامة حسني. هنتكلم في التفاصيل، هنتكلم في الأحداث، هنتكلم في كل صغيرة وكبيرة، هنتكلم مين اللي له أفضلية، إزاي يواجه الأهلي وفاء الصيف، إزاي يواجه الأهلي الضغط الجماهيري اللي موجود في المدرجات، إزاي يتعامل الأهلي مع اللقاء، خبرات الأهلي في اللقاء. لكن أذكركم بالتشكيل قبل ما أسيبكم، 3-2 للترجي دلوقتي، يعني الترجي في فاضل ربع ساعة، ممكن زي ما قلت لكم الكرة فيها كلام كتير جدا، فاضل 17 دقيقة و 3-2 للترجي، جول واحد يصعد بالترجي للمباراة النهائية. لكن أيا كان الوضع خلينا في مباراتنا إن شاء الرحمن، يطلع لنا أول أغسطس يطلع لنا الترجي ملناش علاقة يعني. لكن أذكركم بتشكيلة النادي الأهلي اللي هيخوض بها اللقاء النهاردة بإذن الله، مكونة من محمد الشناوي وأحمد فتحي وسعد سمير، سليف كلوبالي وأيمن أشرف وحسام عاشور وعمرو السولية وإسلام محارب، وليد سليمان وأحمد حمودي ووليد أزارو. تقرير ونستقبل ضيوفنا كابتن شريف عبد المنعم وكابتن محمد حشيش وكابتن أسامة حسني. مشاهدينا من خلال شاشة قناة النادي الأهلي لحظة بلحظة ونقل أجواء وبعثة فريق النادي الأهلي هنا في الجزائر. أكيد كالعادة بيكون في قائدين خارج الملعب، ناس بتلازم فريق النادي الأهلي في كل الرحلات، بطولة العربية البطولة الأفريقية كعادة فريق النادي الأهلي. معنا طبعا دكتور عبد الحميد والحاج أحمد عبد الصادق. عايز أقول في البداية تنقلوا لنا شعوركم إيه عن أول وصولنا هنا في الجزائر، الاستقبال، بتشوف كمان فندق الإقامة ومدى حالة التركيز الكبيرة جدا اللي إحنا شايفينها على لعيبة النادي الأهلي. والله الحمد لله رب العالمين، ان شاء الله ربنا يوفقنا ونرجع منصورين والاهلي يتاهل للنهائي باذن الله. كل حاجه كويسه، وانا شايف المره دي يعني كعاده النادي الاهلي التنظيم جيد جدا جدا جدا، وكل حاجه محسوبه وكل حاجه منظمه، وبصراحه ان شاء الله ربنا يكملها بخير. الاستقبال كان جيد وكل حاجه يعني مترتبه كويس، وان شاء الله خير باذن الله. يمكن الجو برد شويه هنا، لكن انا ما اعتقد ان ده ممكن يبقى ليه تاثير ايجابي على لعيبه النادي الاهلي، في جري كتير، في حماس، في تركيز، بتتفق معايا زي كده؟ ونقل لنا برضو الناس عايز تعرف الجو هنا عامل ازاي. والله انا فوجئنا ان اول يوم ما كانش الجو كده، امبارح الجو بدا يمطر مطره خفيفه بالليل بس البرد جامد جدا بالليل، ودلوقتي النهارده النهار طول النهار الشمس كانت موجوده بس برضو اختفت دلوقتي، وجو برد برد جامد. ان شاء الله ربنا يكرمنا واللعيبه تجتهد وتتوفق النهارده ان شاء الله. الحاج احمد عصاد ارجع لك تاني. حاج احمد، حابب تقولي في البدايه لعيبه النادي الاهلي لحظات، وان شاء الله مباراه النادي الاهلي ستيف تكون من نصيب النادي الاهلي، قول لي حابب تقولي في البدايه لكل اللعيبه. والله انا حابب اقول للعيبه ان هم يطلعوا رجاله، طبعا انا عاوز اقول لهم طبعا ياخدوا بالهم النهارده النجيله صناعي، احنا برد ما فيش مشكله، ما عندناش مشكله في ايه، بس هتبقى المشكله لو الجو مطر، وده اللي ما نتمناهوش، لان البرد هيدي طاقه للعيبه هيسخنوا ان شاء الله. نمتلك وسط الملعب، نهدف الاول، اذا هدفنا الاول ان شاء الله باذن الله كعاده النادي الاهلي صاحب السعاده لجمهور مصر، مش جمهور الاهلي لوحده، صاحب السعاده لمصر، اللي بيسعد الشعب المصري هو النادي الاهلي، مع احترامي للانديه كلها، وده التاريخ بيقول كده مش انا اللي بقول كده. اما من ناحيه الاستقبال، الناس هنا بصراحه ناس تشيلك من على الارض، ولكن انا في تجربتي في الجزائر طبعا اكثر من مره بتخش تلاقي ناس تانية جوه الملعب، وده من حقهم.
لكن بره الملعب انت مصري، الناس مرحبه بيك وحفاوه وتامين غير عادي. انا عاوز اقول لك احنا واحنا ماشيين في الشارع الامن ما بيسيبناش، بيطلع معانا حتى لو فرد او اتنين او ثلاثه بيطلع معانا ويمشي معانا، رغم ان ما بيحصلش اي تجاوزات بصراحه او ما حصلناش اي تجاوزات، والحمد لله ربنا يتمها كده على خير ونرجع منصورين كعاده النادي الاهلي صاحب السعاده للشعب المصري. مين اللي هيصنع الفرق النهارده؟ كلنا اكيد عندنا ثقه في كل اللعيبه، الكل جاهز، لكن بتشوف مين لو فايق النهارده في المباراه هيصنع الفرق مع فريق النادي؟ عندي اثنين، احدهما هم اللي هيصنعوا الفرق، حسام عاشور او السوليه، لان هو انت عارف ان وسط الملعب امتلاكه هو ده العنصر الرئيسي بتاع اي ملعب لما تمتلكه، والبينيات وفي حاجات كتير طبعا، ولكن هو نص الملعب هو الاساس، هو حتى بيمنع عنك اي هجوم. امتلكناه هنكون ان شاء الله باذن الله لنا الاسبقيه ولنا، واحنا خلي بالك احنا كان في امكاننا ننهي الكلام ده في مصر، ولكن الحظ ما كانش معانا. كان يعني عاوز اقول لك ان هم مضيعين 5-6 جوان حقيقيين، لكن ان شاء الله نعوضهم هنا ونرجع منصورين كعاده النادي الاهلي صاحب برضك السعاده لمصر. يا دكتور نفس السؤال، تتوقع مين يبقى يصنع الفارق النهارده مع فريق النادي الاهلي؟ ان شاء الله وليد ازار، وانا حاسس ان هو هيبقى موفق او النهارده باذن الله ويعوض الاجوان اللي ضيعها الماتش اللي فات، وان شاء الله هيبقى موفق، وانا شايفه مركز كويس قوي، وان شاء الله نكسب باذن الله بسكور كويس ان شاء الله. شكرا. ان شاء الرحمن يبقى يوم جميل باذن الله وليله سعيده على كل مصر مش الاهلي بس باذن الله. عشان كده معانا في فريق ملعب الاهلي النهارده كابتن شريف عبد المنعم، متفائل على طول. انا بتفائل بيك كابتن شريف، ازي حضرتك؟ لا انا كمان بتفائل بيك وبتفائل بالكباتن معايا كابتن شيش كابتن اسامه، بس بتفائل اكتر باسلام محارب ان شاء الله. كلمه السر النهارده ان شاء الله. انت بالك حاجه حلوه قوي بصراحه. سؤالك 2-0، كل ما اقول 2-0 3-1 3 بتيجي زي ما هو عايز بالظبط. لا ما تنساش بطوله كاس العرب. طلبت لك الامارات وجت الامارات. حصل صح. معانا كمان كابتن حشيش، مساء الفل يا كابتن حشيش. ازيك يا عرب؟ ازي حضرتك؟ الله يخليك. الحمد لله كله تمام؟ الحمد لله 100 ان شاء الله خير باذن الله يا رب. النهارده يبقى مشينا حلو على النادي الاهلي وان شاء الله نكسب ونعدي نستمتع ان شاء الله يا رب باذن الله. يا رب ان شاء الله. كابتن اسامه حسن، مساء الفل. مساء الفل لك يا كابتن سيد، وسعيد طبعا موجود مع الكابتن شريف والكابتن محمد حشيش، ويا رب النهارده تبقى ليله يعني اهلاويه، كل الناس تفرح النهارده ان شاء الله. صعود الاهلي للمباراه النهائيه بامر الله ان شاء الرحمن. الترجي جاب الهدف الرابع، يبقى كده الاقرب للوصول للمباراه النهائيه. على الجانب الاخر الترجي انيس البدري كلكم عارفينه، عمل الاسيست الاول او الاسيست الثاني في الهدف اللي جابه الجويني في اللقاء النهارده، لكن كمان بيحرز الهدف الرابع. وبيقولوا انا ما شفتش يعني، بيقولوا ان اول اغسطس جاب هدف صحيح 100%، لكن تم الغاء ومش عارف بايه بقى، داعي التسلل ولا فاول ولا حاجه، وكان في حاجات موجوده في المدرجات قبل الهدف مباشره، لكن ملناش علاقه. انا بقول لكم الاحداث وبقول لكم النتيجه عشان تبقى انتم ملمين بكل اللي بيحصل في المشوار الافريقي، لكن احنا كمان عندنا يعني مواجهه ان شاء الرحمن باذن الله تكون لصالحنا ان شاء الله باذن الله. ده الاهم في طريقنا. يعني اعد لكم تشكيله الاهلي، مكونه من محمد الشناوي، احمد فتحي، سليف كلوبالي، سعد سمير، ايمن اشرف، وحسام عاشور، وعمرو السوليه، واسلام محارب، واحمد حمودي، ووليد سليمان، ووليد ازارو. قبل ما اتكلم على طريقه الاهلي وطريقه وفاق الصيف اللي انا معاه كمان تشكيلها كابتن شريف، خلينا ناخد منك رايك العام كده بشكل مجمل عن اللقاء قبل ما نتكلم في التفاصيل الفنيه. والله انا عندي شعور النهارده بشعار لقاء الاخ العرب الحمد لله، يعني اذا كان وفاق الصيف جزائر او النادي الاهلي المصري. الفير بلاي، لعيبه وجمهور وتحكيم، اسوه بالماتش اللي كان عندنا هنا. يعني انا مطمن الحقيقه، كانت العلاقه اللي كانت بين اللعيبه في الملعب والحكم اللي كان، فبتمناها، بتمنى اليوم اللي هو كان موجود عندنا لعبا وجماهيرا وتحكيما وكل شيء ونتيجه طبعا، ان هو يوم اللي كان في القاهره بتمناه في الجزائر ان شاء الله النهارده. الدنيا خلاص، كل واحد عارف الفرقه الثانيه، كل جهاز فني ذاكر اللعيبه اللي لعبوا قدامه، ايه المواقف اللي كنا احنا فيها بنتعرض
للضغط وايه المواقف اللي سمحت للوجود في فرقه وفاق الطيف في الملعب الجميل اللي هو لعبه قدامنا فيه غير الملعب اللي احنا هنلعب عليه وارضيه الملعب في امكانيات كتيره قوي. احنا كلاعيبه كوره بنفهم ان احنا لما اي لعيب كوره كويس بيلعب على الارضيه كويسه بيأدي كل اللي عنده صحيح. فما اعتقدش ان هو فاق الطيف هيبقى ملوش اكتر من المؤازره الجماهيريه والشكل التعويضي لإحراز هدف سريع جدا يدخله في وسط المباراة ويخليه موجود على أرض الواقع بالنسبة لنتيجة 2-0 بالنادي الأهلي. خبرات النادي الأهلي الإفريقية واللعيبة اللي موجودة الرجولة بقى اللي موجودة مش هقول لعيبة بس النهارده الرجالة اللي موجودة النهارده رجالة النادي الأهلي والضغط والتحفيز على أنه هو يجيب هدف هو كمان في أول ربع ساعة ينهي أمال أي حد ولو كل ما بتهجم أي هجمة أنت وكل ما بتشوف وبتركز في كل هجمه بتجيلك تقدر تحرز منها هدف هو ده الشكل اللي تقدر انت تبقى ليك احساس واحنا بنتفرج ان عندنا التنفس اللي احنا هنبقى ان شاء الله في النهائي. فانا كل اللي بتمناه النهارده هنيجي طبعا في الفنيات كلها بعد الكباتن ما يقولوا رايهم برضو ان لعيبه النادي الاهلي هي اللي تضغط زي ما دايما مع ودنا من ايام ما انت كنت موجود وحسام البدري دايما بتنزله وكان وليد سليمان اول الضاغط هو وليد أزهر. تمام. طيب قبل ما اخد راي كابتن حشيش وكابتن اسامه حسني خلينا نطير على طول الجزائر برضو وكريم احمد يقول لنا الاجواء من داخل الملعب بقى داخل ملعب 8 مايو 1945 ملعب وفاء سطيف هو نجيل صناعي مش نجيل طبيعي. كريم قول لي يا كريم. كابتن سيد برحب فيك وبرحب بكل طبعا نجوم الاستوديو التحليلي كابتن شريف عبد المنعم كابتن محمد حشيش كابتن اسامه حسني اجواء حماسيه هنا كالعاده طبعا ملعب 8 مايو حضور مكثف جدا وده اللي توقعناه والناس خلال الرسائل الماضيه كابتن سيد يتواجد يمكن 30,000 مشجع متواجدين داخل الملعب 8 مايو التذاكر زي ما قلنا يمكن بيعت ساعه بالظبط مجرد طرح التذاكر ساعه الزمن بالظبط كانت بيعت كل التذاكر نظرا لاهميه هذه المباراه زي ما قلنا تامين على اعلى مستوى هنا مع بعثه النادي الاهلي منذ وصولنا كابتن سيد الامور كانت ماشيه بشكل رائع ومميز جدا حتى هذه اللحظه يمكن ده كمان كان ليه تاثير خلال الايام اللي فاتت حصلت مشكله كبيره هنا بين فريقين فريق برج بعريج وفريق مدينه الجزائر وحصلت يمكن 55 شرطي عندهم اصابات و113 من الجماهير واللاعبين كانت ازمه كبيره جدا يمكن ده انعكس ده على نفس الملعب يا كريم ده على نفس الملعب ولا ملعب تاني؟ لا ملعب 8 مايو لا ما كانش على ملعب 8 مايو بس يمكن ده اللي كان حاصل فنظرا لمباراه الاهلي وفاق الطيف وعارفين طبعا شراسه فريق وفاق الطيف وجمهوره داخل الملعب فكان التأمين مكثف جدا 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 منذ وصولنا هنا في الجزائر وصل بالفعل فريق النادي الاهلي يمكن الساعه 9 زي ما قلنا في توقيت الجزائر تحركنا 25 دقيقه كان وصولنا هنا ملعب 8 مايو لعيبه النادي الاهلي في حاله تركيز كبيره جدا يا كابتن سيد الكل ان شاء الله باذن الله على قلب رجل واحد داخل الملعب تأمينا كله ان احنا داخل المستطيل الاخضر فقط لا غير ده اللي نسجل فيه ده اللي احنا نركز فيه بشكل كبير وده اللي واضح اتكلمنا مع كابتن محمد يوسف قال احاديث كثيره بين اللاعبين فرديه وجماعيه كابتن حسام عاشور ككابتن فريق النادي الاهلي اليوم بدور كبير خلال الفتره الماضيه وخلال الايام الماضيه مع لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله كابتن سيد باذن الله نصعد من هنا من الجزائر للمباراه النهائيه ويكون فرحتنا مع لعيبه النادي الاهلي كالعاده من خلال ملعب الاهلي وشاشه قناه الاهلي يا كابتن سيد. طيب كريم كنا اتكلمنا على تشكيله الاهلي لكن عندك معلومه بالاحتياطي بقى يعني مين اللي خارج ال 18 ومين ال 18 اللي موجودين على الدكه ولا لسه الورقه كامله ما خرجت لكش يا كريم؟ بالظبط يا كابتن سيد حتى هذه اللحظه يمكن تشكيل الفريقين لم يخرج لكن انت عارف بمجهودنا وبتاعتنا بنحاول ان احنا نجيب التشكيله من قبل ما نطلع من الفندق وده اللي بالفعل قدرنا نحصل عليه في خلال دقائق ان شاء الله يا كابتن سيد هيكون معاك في تشكيل فريق فاق الطيف بالكامل وايضا كمان كل اللعيبه اللي خرجت بره الدستور وايضا كمان بدلاء النادي الاهلي باذن الله يا كابتن سيد. طيب شكرا كريم احمد ان شاء الله الرحمن نعاود الاتصال بيك باذن الله لكن برضو عشان لسه بيتفرج علينا دلوقتي اقول لكم تشكيله الاهلي مره ثانيه يعني مكونه من محمد الشناوي احمد فتحي سعد سمير سليف كلوبالي ايمن اشرف حسام عاشور عمرو السليه احمد حمودي ووليد سليمان اسلام محارب وليد ازارو في الجانب الاخر وفاق الصيف مصطفى زغبه ورضواني باكرايد وفي رجاني ده الباك ليفت وانيس ساعد وعبد القادر بدران هي متلخبطه شويه كده قدامي لكن خليني اقولها لكم يعني بشكل عام وبعد كده نظبطها مع بعض ومليودي ربيعي والياس سيدهم وعندك كريم جحنيد وحسام الدين غشه هو اللي بادئ حسام الدين غشه اللي بادئ وعبد المؤمن جابه والحبيب بوكلمونه يبقى اسلام بكير ما بداش هنشوف الاجواء هتمشي ازاي بقى خلينا نمشي مع لقائنا باذن الله مع خلال نجومنا كابتن حشيش قول لي رايك حبيبي طبعا مباراه بكل المقاييس مباراه صعبه
الصعوبة تكمن في طبعا وجود النادي الأهلي في الجزائر، جمهورها الكبير، الجمهور الشرس، فرقة بتسعى طبعا وده حقها انها توصل للنهائي. هذا طبيعي زي ما قلنا 2-0 اللي هي كويسة قوي ولا وحشة نتيجة لا قدر الله جون ولا حاجة يدخلوا تاني في المباراة، يعيشوا تاني من جديد. يعيشوا تاني من جديد. وشايفين طبعا الناحية التانية الطرف التاني أول عصص مع ترجي، إجوان راحة وجاية ولغاية آخر لحظة ما حدش عارف مين اللي ممكن يصعد. الأدوار دي صعبة جدا، دور القبل النهائي. أنا عايز أقول الجمهور عامل إزاي؟ جمهور كبير جدا طبعا، وده طبعا كان المتوقع. إحنا أنت جبت يا كابتن سيد قبل كده امبارح وأول جمهور في التدريبات كان عامل إزاي، فده وضع طبيعي طبعا. عايز أقول إن الـ 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 الأدوار انتهت، دور مجلس الإدارة النادي الأهلي انتهى، دور الأجهزة الفنية انتهت، دلوقتي فاضل الدور الأساسي على اللعيبة. اللعيبة في المباريات دي بتحتاج غير بقى الخبرات والفنيات، باللغة الكورة كده الجدعنة. أنا إزاي إن أنا أبقى في الملعب راجل عشان أوصل لحلمي وهو النهائي، خصوصا في المواجهات الخارجية. خصوصا في المواجهات الخارجية على أرضك بتبقى العملية يعني أبسط شوية. صحيح. إنما الأجواء بره، واحنا يعني كلنا لعبنا بره، في الاوجاء اللي بره دي بتبقى صعبه شويه ومشحونه وضغط جماهيري كبير. ازاي اللعيبه في الملعب، وخصوصا باكد على اللعيبه الكبار اصحاب الخبرات اللي مر عليهم تجارب قبل النهائي والنهائي كتير، زي احمد فتحي وعاشور ووليد سليمان وسعد سمير كوليبالي، طبعا لاعب برضو عنده خبرات دوليه. ازاي ان هو يقدر من البداية يهدي الملعب كله ويهدي اللعيبة الصغيرة ويدخلها ويدي الثقة كابتن شريف فيها، ازاي يتحكم في رتم المباراة. اهم حاجة في المباراة دي وخصوصا في البداية انك ما تفقدش الكرة بسهولة. صحيح. لو فقدت كرة بتتحول للفرقة التانية، بتتحول لهجمة مضادة عليك، بتركب الفرقة من البداية. طول ما انت مستحوذ ده أكبر سلاح إنه يهد فيه الفرقة التانية. أنت بتحس إن أنت راكب الماتش، بتحس إن أنت عندك ثقة، بتحس إن أنت النهاردة بإذن الله تعمل ماتش كويس، بتستهلك في الوقت كمان لأن أنت مش متسربع مش مستعجل. النتيجة هنا تخليك إن أنت تمشي واحدة واحدة في الماتش، تقفل الثغرات، تبتدي طبعا أكيد الجهاز الفني قال لهم على طبعا نقط القوة في الفريق واللي بانت هنا، وخصوصا في الشوط الثاني في مباراه القاهره لما ابتدوا يهاجموا ويعملوا خطوره على طبعا جون الاهلي. انا عايز اقول ان النهارده وباكد عليها ثاني مباراه صعبه، لازم اللعيبه من البدايه يكون عندهم التركيز كامل 100%، كل الفريق عنده تركيز، يلعبوا كتيم ورك واحد، ما فيش حد يبقى بعيد عن التاني، كله بيتكلم الكلام في الملعب كمان كتير، وده دور برضو اللعيبه الكبيره والدور الاكبر كمان على حراسه المرمى. الشناوي عليه دور كبير قوي النهارده في تهدئه لو في ضغط من فرقه الجزائر في البدايه، وده المتوقع ان هم ينزلوا طبعا ضاغطين. ازاي يهدي الفريق وازاي يهدي الملعب، لان طبعا تهدئه الملعب مهمه قوي، بتدي برضو ثقه. جون ما بيبقى واثق من نفسه وبيتكلم مع فرقته وبيدي ثقه للعيبه كلها، بيريح العوامل دي كلها. يعني ان شاء الله باذن الله النهارده طبعا يعني اللعيبه كل الكلام ده عارفه، اكيد الجهاز الفني قال الكلام ده كله. ان شاء الله باذن الله نعمل مباراه قويه، وان شاء الله نتكلم في الفنيات بعد باذن الله. طيب قبل ما اسمع راي كابتن اسامه، خلينا اقول لك ان الترجي صعد خلاص، المباراه انتهت. المباراه انتهت رغم ان في هدف، يعني يقال انا لسه ما شفتوش لحد دلوقتي، لكن يقال ان هو هدف كان من ضربه ركنيه لصالح اول اغسطس، ما فيهوش اي حاجه خالص ولا اي التحامات، وطبعا ضربه ركنيه ما فيهاش تسلل اساسا يعني. ودخل مرمى الترجي التونسي، وكانت النتيجه هتبقى 3-3، فتردد بقت 4-2 وصعود الترجي. ايا كان الامر بقى، لكن اول المتاهلين للمباراه النهائيه هو الترجي التونسي. يتقرر ان شاء الرحمن باذن الله 17 نوفمبر 2012 كان النهائي اللي جمع ما بين الاهلي والترجي على استاد رادس. باذن الله تعالى هيكون هو ده النهائي باذن الله، بعد ما يحسم الاهلي اللقاء النهارده لصالحه ان شاء الرحمن مع وفاء الصيف. لكن تشكيله الاهلي قلناها، الاحتياطي الاهلي بقى علي لطفي، محمد هاني، صلاح محسن، ميدو جابر، مروان محسن، وصابر رحيل، وهشام محمد. احتياطي الاهلي مره ثانيه علي لطفي، محمد هاني، صلاح محسن،
علي لطفي، محمد هاني، صلاح محسن، ميدو جابر، مروان محسن، وصبر رحيل، وهشام محمد. اتفضل يا كابتن اسامه الراي. انا اول حاجه بس عايز اشيد بالروح الطيبه والعلاقات الجيده ما بين الاهلي وفاقس طيف او مصر والجزائر. في سنين فاتت كنا شفنا العلاقه متوتره في مباريات سواء كان منتخب مصر او سواء الانديه، لكن النهارده الحمد لله العلاقه طيبه، وظهرت بدايه من تشريف فاقس طيف لمصر، ولقوا العلاقه الكويسه والاستقبال كويس من الاهلي ومن كل المسؤولين في الاهلي، بدايه من التدريبات، بدايه من تسهيل كل العقبات عندهم والاقامه. فالنهارده وفاقس طيف برضه بيرد المعامله بالمثل، النهارده برضه البعثه هناك بتقول ان احنا بنتعامل معامله كويسه، معامله بالمثل، فدي حاجه كويسه لازم يعني نبرزها في ظل ان مصر والجزائر بلدين عربيين شقيقين، فدي حاجه كويسه قبل اللقاء. النهارده طبعا مباراه صعبه، مش مباراه سهله. صعوبتها طبعا دايما الكره ما بين مصر ودول شمال افريقيا تبقى فيها نديه، فيها حماس، دربيات، سواء مصر مع الاهلي مع فرقه من ليبيا او تونس او الجزائر المغرب، دايما المباريات تبقى صعبه. الجمهور برضو بيبقى عامل مهم جدا في المباريات دي. لكن الحرب النفسيه او الحرب الكلاميه قبل المباراه مهمه. شفنا المدير الفني بتاعهم قبل المباراه اللي فاتت وفي مشواره الافريقي كان دايما ليه تصريحات ناريه، يعني زي ما بيقولوا دايما حماسيه، دايما بيحب يشتغل في اجواء سخنه. النهارده شفنا كارتيرون في المؤتمر الصحفي برضو بعت رساله مهمه جدا، قال لك انا جاي النهارده الجزائر مش جاي ادافع، انا جاي اهاجم واضغط فريق وفاق الصيف. فده برضو تصريح مهم جدا من كارتيرون. المباراه زي ما قلنا يا كابتن سيد صعوبتها برضو غير الجماهير عليها كمان بمناسبه كارتيرون وكلامك عليه. لا دي لقطه طبعا، يعني هي مجموعه لقطات لكارتيرون. كارتيرون بيجيد التعامل النفسي مع اللعيبه، وده مهم جدا بجانب التدريب، انك تجهز اللعيب بدنيا ومهاريا وفنيا وتحفظه التكتيك في الملعب، مهم انك تعامله ازاي نفسيا. يعني اللقطه اللي احنا شفناها مع هشام محمد دي كانت قبل مباراه الحريه، الحريه كوناكري، كانت قبل المباراه هو بيسجل في ارض الملعب راح له فاداله رساله، يعني ان شاء الله تبقى موجود بكره، عايزين اقصى مجهود منك. فدي مهم جدا ازاي المدير الفني يوصل للعيب لحاله نفسيه جيده قبل المباراه. صعوبة اللقاء النهارده ان النادي الاهلي ما لعبش على ملاعب ترتان قبل كده، او يعني بقاله فتره ما لعبش على ملاعب ترتان، كل الشغل وكل الدوري وكل المباريات دايما على نجيل طبيعي، فبتبقى نجيل الصناعي مختلفه شويه. لكن برضو من تصريحات كارتيرون امبارح انه قال ان النجيل الصناعي يعني يعني زي النجيل الطبيعي بالظبط، فبرضو مش هيكون عائق لينا، فدي برضو رساله مهمه من ضمن التصريحات اللي بتبقى قبل اللقاءات. النهارده في عناصر خبره في النادي الاهلي، وعناصر خبره كبيره سبق لها لعبوا نهائيات ولعبوا ادوار قبل النهائيه، زي احمد فتحي، زي سعد سمير، زي خبرات حسام عاشور، وليد ازارو خبراته مع منتخب المغرب، ايمن اشرف دلوقتي ما شاء الله يعني بقى عنده خبرات كبيره. فالحمد لله لعيبه النادي الاهلي مرت بظروف زي دي صعبه، تقدر تتعامل مع بدايه المباراه، وبدايه المباراه النهارده مهمه جدا، ازاي تمتص حماس الجمهور، ازاي تمتص حماس الفرقه اللي قدامك. النهارده هتلاقي فرقه وفاق الصيف نازله مع حماس الجمهور في ضغط عالي جدا من بدايه المباراه، ازاي النهارده امتص من بقى التمريرات القصيره، ازاي بالاستحواذ، ازاي بتدوير الكوره، والاهم من كده اي فرصه تتوجد تستغل تقدر تقتل المباراه تماما. النهارده يعني التسرع، واللي هيبقى عندهم عايزين عندهم سرعه في اللعب، هو هتلاقي فاق الصيف هو المتسرع، كل ما الوقت بيعدي على فاق الصيف هو دايما هتلاقيه مضغوط. المفروض لعيبه النادي الاهلي هي الاهدى في الملعب، هي اللي دايما عندها الافضليه في الملعب في التحركات في الاستحواذ، وان شاء الله النهارده هتظهر فرص. النهارده زي ما قلنا يا كابتن سيد مباراه وفاق الصيف اللي فاتت هم مميزين في الخط الامامي الهجوم، عندهم الحبيب بوكلمونة ده مهاجم مميز بيعرف ازاي يقف على كورته. كده لكلامك برضه يا كابتن اسامه، لان في رسائل، بص دي جماهير مصريه موجوده في الجزائر او جاليه مصريه موجوده في الجزائر، يعني رسالة حب لا للتعصب لا للمخدرات، أنا مصري بحب الجزائر، يعني اقرأوا التاريخ، أهلاوي، الحاجات دي يعني بتبقى حلوة جدا رغم إنها ممكن تبقى موجودة في المدرجات بشكل مش كامل قوي يعني، لكن رسائل حلوة. ما دي رسائل من النادي الأهلي زي ما قلنا، الاستقبال بتاعهم الجزائر النهارده، الجزائر في واحد فاتح بيته للجماهير المصريين بيقول دول إخواتنا بالجزائر طول عمرها كانت حلوة جدا، لو جت في فترة هي بتبقى فترة عابرة، ظهر برضه
وخلي بالك العلاقه الطيبه تمثل من المسؤولين لما نشوف الكابتن محمود خطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي بيبعت برقيه تعزيه للرئيس وفاق سطيف فانت خلي بالك بيبين مدى العلاقات ورد الراجل رد غير عادي جميل مش بيننا دين يعني احنا يعني تكمله الامور الفنيه كسيد الخط الهجوم اللي فاق سطيف هو بيمثل هات لنا بس المقارنات على الشاشات عشان انت عارف يعني حكم السن كلنا شوية. يعني مش واحد يعني مش واحد عيننا بعافيه طيب المقارنه الاولى ما بين اكرم جحنيط واحمد حمودي لو قدام طب ادينا الكابتن شريف فين بقى كابتن شريف يشوفها هنا وراك يا كابتن شريف وراي انا لا انا هقرا لك يا كابتن عشان انا عارف برضو حضرتك يعني ايه الدنيا ماشيه ازاي بص يا سيدي احمد حمودي واكرم جحنيط بدايه من دور المجموعات حتى نصف النهائي ده لعب ايه مش سوري على العاب ده لعب 3 يعني ايه 28 سنه وده 27 سنه ده لعب 3 مباريات من اول البطوله يعني وده لعب 8 صنع اهداف لزملائه بالنسبه لاحمد حمودي 2 بالنسبه لاكرم جحنيط 2 صنع فرصه صنع اهداف 2 اسف صنع فرصه لزملائه ده 4 وده 17 عشان تعرف اهميه اللي هو اكرم جحنيط ده عدد محاولاته على المرمى 6 لاحمد حمودي و7 لاكرم جحنيط وعدد العرضيات بالنسبه لاحمد حمودي 8 بالنسبه لأكرم جحنيط 26 مراوغات ناجحة 1 ل2 تدخلات دفاعية 1 ل7 حصل على أخطاء 8 ل7 فأرقام أكرم جحنيط طبعا أرقام كبيرة مش سهلة أكرم جحنيط يا كابتن كمان ما تعرضش ل 15 و25 إصابة لا وبعدين اكتر بكتير قوي لا في نقطه كنا يعني المقارنه كانت بتبقى مع وليد سليمان اللعيب بتاعنا ان هو تمريراته حاسمه شكله في الملعب عرضياته مثمره انما هو مش بتكمل اللي لعب بيه جحنيط يعني 3 8 الحقيقه هو بيهد خط دفاعي كامل حمودي لما بيبقى في لياقته البدنيه السليمه ومستعفي وكل حاجه انا بشوفه وبشوف لمحات منه على غرار اللعيبه الاوروبيه اللي هو بيظهر يهد زي ما انا كنت بعمل كده اروح على الباك وعايز اعدي منه واهزه وما اخلوش يتقدم عليا انت كنت بتطلبه منه النهارده ان هو يبقى ديفندر شويه مع الفرقه هو لما بيهد الفريق اللي قدامه او بيهد الباك اللي قدامه بيخاف منه حتى التقدم بتاع الباك بتاعه بيبقى بحساب لما يبقى فيه لعيب زي ده على قدر المستوى من الموهبه وازاي بيتعامل بالكوره ازاي وازاي بيشوف اللعيبه بتاعته وازاي بيعملها الاسيست فانا اعتقد ان كميه اللعب اللي لعبه جحنيط اكتر من حمودي انما حمودي يملك المهاره العاليه جدا الاوروبيه الحقيقه اللي هي بتدفع فيها فلوس غالي كتير جدا بس هو الولد ده لو ربنا اداله الصحه في رجليه واصاباته قلت والكلام من ده يجوز هنشوف منه حاجات اكتر هو لسه احنا ما سمحتلناش الظروف ان احنا نتفرج عليها طيب ويا رب كمان الانتاج عنده يبقى اعلى ان شاء الله الرحمن النهارده لان ده هيفيدنا جدا يعني طبعا. واحد من العناصر انا معتمد عليه بصراحه الرابحه اللي ممكن تفيدنا ان شاء الله الرحمن المواجهه الثانيه او المقارنه الثانيه يا كابتن حشيش هتجمع ما بين وليد سليمان اوكي وليد سليمان وعبد المؤمن جابوا خلينا لسه في المنطقه الاماميه يعني لعب كاساسي بالنسبه لوليد اعلى شويه 8 لعبد المؤمن جابوا 7 احرز اهداف 2 0 صنع اهداف 2 1 صنع فرص لزملائه 11 بالنسبه لوليد و10 بالنسبه لجابوا عدد محاولاته على المرمى 11 لوليد 11 لجابوا يعني ايه دي مراوغات ناجحه 5 ل8 نسبة فوزه بالالتحامات 55 مقابل 40 لجابو، عدد العرضيات 18 ل 22، تدخلات دفاعية 10 لوليد 4 لجابو، حصل على أخطاء 23 17 جابو. أنا كان نفسي يجيب كمان بس السن والسن. السن وليد حوالي 32 33 وجابو يعني متهيألي 30 برضه واحد أصغر ولا لا أصغر متهيألي أصغر من كده. والله فأنا عشان لا مجابو ده كان هيجي ده كنا في مفاوضات عنه من 4 سنين 5 سنين. والله. طبعا. يعني انا متخيل ان وليد برضو اكبر منه يعني بكذا سنه وشايفه متفوق عليه طبعا في المعظم يا ريت تخلي لي بس خلي له المقارنه طبعا اتفضل متفوق طبعا عليه وليد في اكتر من حاجه وزاد كمان اللي يفرق معايا كمان في حاجات التدخلات جابوا 31 سنه زي ما قلت 31 يعني نفس قريبين جدا تقريبا قريبين وليد متفوق طبعا في طبعا احراز الاهداف في صنع طبعا الفرص لزملائه كمان نسبه الالتحامات ودي مهمه جدا جدا 55 ل40 يعني وليد في الحته كمان الحته دفاعيه غير ان هو بلاي ميكر وصانع فرص لزمايله وهداف
كمان عنده الناحية الدفاعية قوية جدا، العرضيات شايفينها هو التاني متفوق عليه شوية في العرضيات، التدخلات الدفاعية طبعا فرق كبير جدا بين وليد و يعني برضو الأخطاء 23 و17 برضو نسبة لوليد أكتر، يعني في المجمل وليد متفوق في حاجات كتير عنه. المفروض إن شاء الله بإذن الله النهاردة إن وليد يكمل في مسيرته خلال من بداية الموسم وأفريقيا، يعني حالة حلوة بصراحة في أوج عظمته زي ما بنقول، ثقة كبيرة، قائد للفرقة كمان مهم جدا جدا. أعتقد النهاردة إن شاء الله يبقى من المفاتيح المهمة جدا لفرقة النادي الأهلي، ويبقى مفتاح المكسب والصعود للنهائي إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الرحمن. في مواجهة تانية أو مقارنة تانية جمعت ما بين حسام عاشور وإلياس سيدهم الاثنين في مركز واحد، سواء كان للأهلي أو لوفاء الصيف. رقم اللاعب هنا 25-6، رقم 6 إلياس سيدهم، السن 32-29، عدد المشاركات 8-8، عشان تعرفوا إن الاثنين دول مؤثرين جدا في الفرقتين. صنع الأهدافه 0-0، ما صنعش أهداف لا هنا ولا هنا. نسبة فوزه بالالتحامات الثنائية 40%، 80% لإلياس سيدهم. تاكلينج صحيح 8، 12 لإلياس سيدهم. تشتيت الكرة 9، 8 لإلياس سيدهم. عدد التمريرات 340، ده 149، عشان تعرف واضح ان الاثنين مختلفين شويه يا اسامه. اوكي، ودقه التمريرات 86% بالنسبه لحسام عاشور، وده متميز فيها جدا. 77%، ودي برده نسبه كويسه مش وحشه على فكره. ارتكاب اخطاء 10-10. هي النسب متقاربه ما بين حسام عاشور والياس سيدهم، ان هم العناصر الاساسيه في حسام عاشور في النادي الاهلي والياس في فوق الصيف، والعناصر المهمه. فتحس ان الارقام متقاربه. معلش يا سمير، ممكن تجيب لنا الارقام ثانيه يا سمير لو سمحت؟ ارجع عشان الأرقام نتكلم تاني على الارقام. بس في حاجه مهمه جدا لفتت نظري، خاصه وانت لعيب نص ملعب. عدد التمريرات 340 تمرير حسام عاشور مقابل الياس سيدهم 149، بيبين لك ان حسام عاشور في كل مكان فيه كوره ليه تواجد فيه. وده مهم جدا في لعيب نص الملعب، انه دايما يبقى تحت الكوره، دايما بيحل المواقف لزملائه، ودايما عنده رؤيه انه يقدر يشتغل في المساحات الصغيره والمساحات الطويله. من الواضح ان الياس سيدهم في عمليه الالتحامات الثنائيه هو بيعتمد على القوه البدنيه عنده شويه 80%. في لعيب نص ملعب بيتميز انه يجري كتير، انه يخبط كتير، فهو ده من الواضح عند الياس سيدهم. لكن حسام عاشور في نص الملعب، الوقفه الصح، الرؤيه الصح، التمريرات الصح، هو ده اللي بيميز حسام عاشور. وما شاء الله دلوقتي حسام عاشور من العناصر الاساسيه في النادي الاهلي، من اللعيبه اللي عندها خبرات كبيره. كابتن النادي الاهلي بيبان دايما دور حسام عاشور وهو غايب عن الملعب. صحيح، تحس ان نص الملعب كده الدنيا مش موزونه في في يعني، وحتى حاجه ناقصه، في حاجه ناقصه مظبوط. فحسام عاشور طبعا لعيب كبير ومن العناصر الاساسيه المهمه في النادي الاهلي، من يوم ما شاء الله من يوم ما طلع الدرجه الاولى وهو دايما متواجد مع كل المدربين سواء مصريين او اجانب. دايما حسام عاشور يعني حاجز مكان اساسي في الفريق. طيب، من الاوراق الرابحه جدا بالنسبه للنادي الاهلي، ورب يكون موفق ان شاء الرحمن وهتجيله فرص باذن الله، هو وليد ازارو. وليد ازارو لو النهارده يعني بارقامه دي يا كابتن شريف، متواجد بشكل كبير جدا في كل فرص النادي الاهلي، سواء هدف او ما هدفش على فكره، وده يبين لك مدى اهميه الراجل ده. يعني مثلا على سبيل المثال وليد ازارو مقارنه بالسنه دي والسنه اللي فاتت، هتلاقي السنه دي اكثر فعاليه كمان. يعني السنه اللي فاتت لعب 6 مباريات، السنه دي لعب 9 مثلا، احرز اهداف السنه اللي فاتت 4، لحد دلوقتي احرز 6، وكان ممكن يتضاعف الرقم ده لو وفق في المباراه الاخيره. صنع فرصه لزملائه السنه اللي فاتت 1، السنه دي 2، صنع فرصه صنع اهداف اسف السنه اللي فاتت 1، السنه دي صنع هدفين، صنع فرصه لزملائه السنه اللي فاتت 6، السنه دي 11. يعني فاز بالالتحامات الثنائيه 23 السنه اللي فاتت، السنه دي 46. عدد محاولاته على المرمى السنه اللي فاتت 14، السنه دي 29. محاولاته على المرمى او دقه محاولاته على المرمى السنه اللي فاتت 61، السنه دي 38، اقل شويه. اهدر فرصه محققه 5، السنه دي اهدر فرص محققه 6، حصل على اخطاء 10 السنه اللي فاتت والسنه دي 15. يعني في تطوير شديد لوليد ازارو. تطوير ونضج. اوكي. يعني في نضج في الشخصيه مع اللاعبين. مع كمان ايه، عايز اقول لك على حاجه، في دويتات معاه كانت في الملعب اختفت. يعني جونيور أجاييه لما كان موجود جنبه كان ازارو جنرال في حته العمق الهجومي. النهارده انت زي وليد سليمان كده بتحمله مركبين، صانع العاب وهداف وديفندر من اول الخطوط من قدام. فما شاء الله، الله اكبر. احنا بنعذره اذا كان بيروح على الجول 7-8 مرات بيجيب منهم هدفين او بيجيب 3 او بيجيب هدف، انما هي دي صنعته. هو ده
اللي هو مركز فيه. يعني انا دايما وليد ازارو لما بحتاجه زي مباراه النهارده بتلاقي ليه وجود، حتى لو بتبقى في الماتش غير موفق انما بتلاقيه عمل هيد لاي ديفندر بيلعب قدامه، بتخليه بيروح يعمل لك يريح الديفندر الديفنس بتاعك شويه من الضغوط اللي تبقى عليك والزيارات المفاجاه اللي بتحصل من نص الملعب على الاطراف. هو بيعمل سبرنتات، بيندف في ضربات الثابته كمان، يساعد الناس اللي هم طوال القمه بيقف معاهم، وبيلعب بدماغه كويس قوي في الضربات الثابته، وبيعمل حاجات دفاعيه هو مؤمن بيها من جوه، هو عاشق انه يعمل اللعب ده. وصلته فين يا كابتن سيد؟ وصلته لمنتخب المغرب. صحيح ده ما كانش موجود يا كابتن سيد قبل كده. النهارده الراجل الناس بتلومه ازاي الراجل بيلعب 10 و20 دقيقه و30 دقيقه ده او 25 دقيقه، ازاي بيبقى هذا الوجود وهذا التوهج وهذا الجري وهذا الفرص، وازاي بيصنع في منتخب المغرب لنفسه، وازاي بيصنع في النادي الاهلي اهداف لنفسه برضه. ساعات بتبقى فيه كور صعبه علينا احنا كمان اللي هي بتبقى بتنط، وخاصه النهارده هتبقى في ارض صلبه هتنط عالي، هو بيعرف ازاي يوقفها ويستلمها وياخد القرار ويلعبه مره واحده في الوقت اللي احنا ما نبقاش اتفاجئنا. السهله بيضيعها والصعبه دايما يا كابتن سيد، وانت كنت يعني اكثر واحد انت كنت مدير كوره عليه، بيفاجئنا دايما بحاجات فوق الامكانيات بتاعت اي لعيب. احنا عارفين امكانياته كويسه تقيله يعني، وهو اعتقد يستاهل اكتر من كده. طول ما هو سليم وطول ما هو في الملعب هنشوف منه الاكتر والنضج اللي احنا شفناه بالفرق من السنه اللي فاتت والسنه دي. عايز اقول برضو حاجه يعني، ده طبيعه تطور الاداء بتاع ازارو برضو السنه الثانيه له عوامل. اول سنه بيبقى جاي حتى ايا كان اللعيب، حتى لو لعيب كبير قوي، فاكر لغايه لما جاب اول جون كان هو جاي كمان فتره بقى ما جاب اول جون، حتى لو كان لعيب كبير وله اسمه هو جاي النادي الاهلي وعارف جاب ثلاث اجوان في ماتش فاكر زي النهارده بدماغه او زي امبارح كان ماتش ايه نجم الساحلي شريف المهاجم تقلق لو هو ما وصلش للجون. لا طبعا لو هو ما بيعرفش يخلق نفسه فرص تستحمله لا ده تقلق استحملنا في لابيو سنه ونص، اما انت النهارده بدل هو بيوصل وبيضيع لا يبقى اكيد هيجيب ان الصعب انك تخلق نفسك الفرص. انا عايز اقول برضه يا كابتن اسامه حاجه، اللعيب اللي جاي النادي الاهلي مهما كان له اسمه وتاريخه وقوته هو جاي على النادي الاهلي عارف قيمه النادي الاهلي وعارف جمهور النادي الاهلي وعارف بطولات النادي الاهلي، فبيبقى جاي مخضوض عايز الناس لسه مش عارفاه، عايز يثبت للجمهور ده كله وياخد الثقه من الجماهير الكبيره ومن النادي. فده وضع طبيعي السنه الثانيه انه ادى السنه الاولى كويسه. ثاني حاجه التجانس مع اللعيبه خصوصا والحقيقه غير فكرتنا عشان جامد احنا كلنا بيني وبينك انا في الاول بقى يشوط بره كده ويشوط بقى اقول هو ايه الكره بتاعته الفوت ورك بتاعه مش قد كده هو سريع بيروح على الجول وكمل، انما هو قدر انه يخلينا نتكلم عنه الكلام ده دلوقتي دي حقيقة. وهو اللي يقدر خدت بالك يفضل يخلينا على طول حاطينه بورد دي حقيقة. كنت هتقول حاجه يا كابتن اسامه؟ دخل بالنسبه لوليد ازارو ده هو اللي كان المفروض يتكلم على ازارو كان حاجه انت هتطلع فاصل؟ انا محتاج اطلع طب اطلع فاصل طب تقرير ونكمل معاكم بقى في الماتش الاخيره لقبل نهائي دوري ابطال افريقيا البطوله الاقوى طبعا بالتاكيد في القاره الافريقيه. نطلع تقرير ونكمل مع كابتن شريف. ربع ساعة إن شاء الله الرحمن واللقاء يبدأ الأهلي ووفاء الصيف في البطولة الأقوى على المستوى القارة قارة أفريقيا بإذن الله يا رب إن شاء الله الرحمن يبقى ليلة سعيدة إن شاء الله ويرجع الأهلي ببطاقة التأهل ويلحق بالترجي التونسي ويتكرر سيناريو 2012 تحديدا في 17 نوفمبر 2012 على ملعب رادس إن شاء الله الرحمن. لكن واحدة واحدة وخطوة خطوة إحنا قربنا من المشوار، لكن عندنا لقاء صعب جدا والواجب بتاعنا ما حدش يعمله غيرنا، فإن شاء الله الرحمن بإذن الله نكون موفقين في التعامل معاه. كابتن اسامه عايز تقول حاجه قبل ما اتكلم على الفرديات بقى هنا وهنا لان ليها ادوار مهمه جدا جدا سواء كانت من حراس المرمى او من خط الدفاع او من خط الهجوم تحديدا يعني. عايزين نتكلم طبعا عن التحكيم. النهارده بيدير اللقاء الجنوب افريقي فيكتور جوميز ده من افضل الحكام في افريقيا. ادار السنه اللي فاتت لقاء الاهلي والنادي الساحلي. هادي في الملعب بيقدر يمتص غضب اللعيبه، الجماهير ما بتاثرش على قراراته. النهارده يعني مش عايزين يبقى في عوامل يا رب بس ما يبقاش يبقى موافق. النهارده احنا سمعنا النهارده مباراه الترجي واول اغسطس فيها شغل لسه مازال لا التحكيم كمان لسه يعني التحكيم الافريقي لسه مازال بعافيه فنتمنى ان شاء الله فيكتور جوميز النهارده يكون موفق مفيش عوامل خارجيه تاثر عليه. وكمان النهارده الاخطاء اللي ممكن تتم من لعيبه النادي الاهلي تتم في مناطق غير مؤثره عشان ما تساعدش الحكم. طيب هتكلم على فرديات بقى كابتن شريف وادوار كل واحد في المباراه اللي زي كده. انا مؤمن جدا بالكلام ده على فكره،
يعني في لقاءات في شخصيات بتفرد نفسها على الموضوع، مش مسألة فنية بس. يعني تلاقي حارس مرمى يعني عنده ثقة في نفسه بشكل كبير جدا، بيطمن فرقته، بيطلع في العرضيات يمسكها، بيهبط شوية من الحماس، ياخد له 5-6 ثواني. انا مش مؤمن بحته اضاعه الوقت ده خالص، بطل في الكوره، لكن انا بتكلم على الامور الفنيه، الامور طيب. الشخصيه، توجيهه هو ماسك الكوره، حسام عاشور ودوره، وليد سليمان ودوره، احمد فتحي ودوره. لكن لو خدناها من حراس المرمى كابتن شريف، بص كابتن هقول لك على حاجه، انت النهارده متفوق بهدفين ورايح تلعب ماتش خارج ارضك، من حقك اي حاجه، من حقك انت ما بتروح متخلف بهدف او هدفين بيعملوا فيك اللي هم عايزينه. فاحنا متاخر يعني بقى ايه، ياخد 5 ثواني، ياخد 6 ثواني، المهم الكلمه الحلوه اللي انت قلتها بيطمن صحيح الديفنس اللي قدامه. حسام عاشور ليه 340 سبورت للناس اللي الديفندر بتوعه، بيقدر يريحهم، بيقدر ياخد منهم، بيقدر يعمل الباصه في الوقت ان اللعيب بتاعه ريدي ان هو يستلم. الحاجات الفرديه اللي انت بتتكلم عليها هي اللي بتميزك عن الفريق اللي قدامك. هو الراجل احنا ليه قلنا محمد بكير ده اسمه ايه، هو اسلام بكير ده ليه احنا اشدنا بيه؟ راجل بيخترق خطوط، بيعدي من 1 و2 وعنده ثقه، عنده حلول لفرقته، ده متميز. عشان كده النهارده بيامل الراجل فيه انه يعمل له التفوق على اي خط من خطوط النادي الاهلي القويه. فانت اللغه بتاعه اللعيب اللي عنده شخصيه النهارده هي اللي تاخد حقها النهارده. ابو 2-0 ياخد حقه في الباص، ياخد حقه في الفاول بتاعه. انا بشوف فاول لما احنا بنتغلب مثلا نبقى رايحين عايزين نجيب جول في اي فرقه الناحيه الثانيه، ده كان على مصر او الاهلي او اي فرقه ثانيه من مصر، بياخدوا فيها 2-3 يا كابتن ويبقى ناقص على الماتش 5 دقائق. صحيح. والحكم بيفوت لنا الماتش واحنا بنقعد، احنا ناس محترمين، لازم يبقى عندنا الثقافه واللغه ازاي نتعامل مع الحكام، ازاي نتعامل مع سرعه العداء بالنسبه لنا في صالحنا احنا. احنا رايحين متفوقين 2-0 بس احنا نقدر نلغي كل ده بالتفوق الهجومي اللي نتكلم قاعدين نتكلم على ازارو بقالنا ساعه، وبنتكلم على سوليه وعلى عاشور. هو ده التفوق يا كابتن اللي يبقى بينك وبين بكير وبينك وبين عبد المؤمن جابوا اللي انا كنت معجب بيه جدا، راجل بلاي ميكر وبيعرف يستلم الكوره وبيعرف يطلع الناس وبيطلع ناحيه اليمين. اهم حاجه يا كابتن النهارده التفوق ما يبقى لهمش مع الاطراف. احنا عشان بنلعب بالعمق دلوقتي النهارده وعندنا البلاي ميكر ومتحددين في بعض الغيابات برضو احنا والاصابات اللي راجعه، احنا اهم حاجه عندنا ان الاجناب بتاعتنا تبقى اقوى شيء عندنا. صحيح. لان ما راحت مننا البطوله السنه اللي فاتت بكورتين بالعرض في ماتش المغرب الوداد يعني، والوداد دي فرقه قويه وكل حاجه، بس احنا كنا وليد ازارو ده كنا نقدر نخلص عليهم هناك بالهدف وهناك وهنا. احنا ما احنا اتعادلنا 2-2 مع الترجي اعتقد، مش كده؟ سيبناهم 2-1 هناك، يعني عملنا بنعمل المستحيل في كل حاجه في الكوره. اذا نملك من اللاعبين اللي هو فيهم التفوق الفردي والعدد. طيب على الجناب بقى، يعني النهارده مش موجود علي معلول لكن موجود ايمن اشرف، وايمن راجع من المنتخب وعامل ماتشات كويسه جدا مع المنتخب سواء كان هنا او هناك يعني، لكن بيقابله هو كمان في يعني رضواني او في فرحاني، الاثنين يعني باك رايت لوفاء الصيف وباك ليفت لوفاء الصيف، فعندهم مواجهه هجوميه شرسه. احمد فتحي ودور ايمن اشرف على الجناب، هو قدرهم النهارده ان هم بيقابلوا اجمد اثنين في الفرقه الثانيه، ايمن اشرف واحمد فتحي. ايمن اشرف طبعا مش غريب على المكان ده، هو مكانه الاساسي ولعب فيه كتير في الحته دي، ولعب مع المنتخب وكان يمكن هداف مع المنتخب في بعض المباريات. اعتقد ان هو عنده الناحيه طبعا الدفاعيه محترمه جدا اللي هي المفروض تتفوق على الحته الهجوميه بتاعته في الماتشات اللي خارج الارض. كذلك برضو احمد فتحي اللي انا عايز اكد برضو على نقطه كنا عايزين نتكلم عليها، هي اللعيبه المصابه اللي راجعه من اصابه. انا وانا في الملعب بحس ان المساك اللي قدامي يا كابتن شريف راجع من اصابه ببقى دايما واخد بالي منه، لان لا قدر الله ممكن الاصابه ترجع في اي وقت، لسه بعد اللعيب بيبقى راجع من الاصابه بيبقى برضو في الماتش غير السبرنت في التمرين، وخصوصا برضو ان الارض ناشفه وترتان، فبرضو اللعيبه اللي هي راجعه من الاصابات لازم تاخد بالها من الحته دي، واللعيبه اللي جنبها لازم تعمل حسابها على الموضوع ده. كذلك برضو في نقطه مهمه جدا، موضوع الاستفزاز. احنا عارفين لعيبه شمال افريقيا كلهم يعني بيوجدوا حته انهم يستفزوا المنافس، احنا ما نسقش ورا الحته دي لان دي ممكن تخرجنا من التركيز. صحيح. وفي نفس الوقت احنا اعصابنا الاهدأ، احنا رايحين وكسبانين 2، كل ما الماتش بيعدي، كل ما الربع ساعه الاولانيه النص ساعه الشوط الاولاني بيعدي اكتر هدوء، وهم اكتر صربعه، وممكن ده خرجهم عن التركيز بتاعهم اللي ممكن احنا نستغل حته زي دي. فانا بركز على حته الاستفزاز، وخصوصا
وليد سليمان، لان وليد طبيعه لعبه في الالتحامات بيخبط كتير بالظبط كده، فهم ممكن يستفزوه بالحته دي، ممكن لا قدر الله يحصل مشكله. مش عايزين ننقص اي حد في الملعب، سواء مصاب سواء مصاب او طرد. اوكي طيب، قبل ما اسال كابتن اسامه على دور السردباكين سواء سعد سمير وكلوبالي في بناء الهجمه او الكرات الثابته كمان ودورهم دفاعيا وهجوميا، خليني اخد كريم احمد من ارض اللقاء ويقول لنا الاجواء الاخيره قبل بدايه اللقاء الاهلي وفاء سطيف في نصف النهائي بطوله دوري ابطال افريقيا. كريم. كابتن سيد بجد التحيه ليك، وباكد على كلامك وعلى كلام كابتن محمد، فيش الاستفزاز يمكن بان شويه لكن بسيط جدا، مجرد دخول النادي الاهلي لارض الملعب فريق النادي الاهلي في التسخين، الصفارات المعتاده، هتاف يمكن مش هنقول معادي لكن هتاف مستفز شويه بالنسبه لفريق النادي الاهلي، لكن متعودين على اجواء دي لعبتنا، الخبرات الكبيره في لعبتنا ان شاء الله تحت هذه المباراه. الملعب يا كابتن سيد ممتلئ على اخره، موضوع الصحفيين داخل الملعب 8 مايو ممتلئ على اخره من الصحفيين، اهتمام اعلامي كبير جدا، كل القنوات والمواقع الرسميه اللي بتغطي الدوري الجزائري او بتغطي اي رياضه داخل الجزائر متواجده في هذه المباراه. يمكن جماهير الصيف بدات هتاف كبير جدا اول ما فريق وفاق الصيف نزل، الامور هنا حماسيه جدا يا كابتن سيد، لكن دعواتكم ودعوات كل جمهور النادي الاهلي ان شاء الله صفاتنا الكبيره باذن الله فريق النادي الاهلي نحسن من هنا ونطلع للمباراه النهائيه، ولحظات ان شاء الله تبدا هذه المباراه وموفقين باذن الله فريق النادي الاهلي بالجهاز الفني يا كابتن سيد. لكن الامور كويسه الحمد لله رب العالمين، يعني في اجواء امنيه في الملعب مكثفه، الدنيا كويسه الحمد لله. سيبك من التشجيع في المدرجات ده وارد جدا في العالم كله بيحصل كده، لكن انا بتكلم على الناحيه الامنيه تمام التمام الحمد لله. لا تمام يا كابتن، تامين داخل الملعب على اعلى مستوى، عدد كبير جدا من افراد الامن الجزائريين متواجدين داخل الملعب حوالين المدرج، حاطين فصل تام بين جمهور النادي الاهلي المتواجد هنا، 250 مشجع متواجدين من الجاليه المصريه، وفي ناس كمان جت من القاهره مع بعثة فريق النادي الاهلي لمساند فريق النادي الاهلي. لا التامين بصراحه اشدنا بيه وبنشيد بيه حتى هذه اللحظه، بنتمنى يستمر كده ان شاء الله حتى نهايه المباراه وبعد المباراه ان شاء الله يا كابتن باذن الله. شكرا كريم. كابتن اسامه سريعا لان خلاص انا بتكلم في 3 4 دقائق جايه، وعندي كمان توقعاتكم من افضل لاعب في اللقاء، كلمني على سعد الدين سمير وكولوبالي. كولوبالي اثنين عناصر مهمه داخل النادي الاهلي في الكرات العرضيه العاليه الدفاعيه وفي الهجوميه، يعني ان شاء الله الكرات الثابته اللي هتبقى لينا الاثنين بيمثلوا خطوره، طبعا الاثنين مش هيطلعوا في الكرات الثابته لينا، في واحد بيقف وفي واحد بيطلع، غالبا هو بيكون سليف كولوبالي. ممكن الاثنين يطلعوا واحد. ما انت عشان تقدر تامن، انت عشان المرتدات عندهم السرعه لما الكره تقطع يرتد، فالنهارده غالبا ممكن تلاقي كارترون مدي لسعد سمير عشان رجع من اصابه مش عايزه يشتغل في 100 متر رايح جاي. دي ملحوظه في منتهى الاهميه. سعد سمير هو اللي يقف وكولوبالي هو اللي بيشتغل فيها بشكل مميز. طبعا حقيقة على دي يا كابتن اسامه حلو فاتتني دي، يعني ممكن يطلع السردباكين عادي لو عندهم اطوال كويسه طبعا، لو السردباكين طبعا، وده جول كولوبالي في المصري يعني لو عندهم بيلعبوا براسهم كويس سواء كان على مستوى الدفاع او الهجومي وبعد كده كره سابقه فبطلع الاثنين وبوقف اثنين نص ملعب طيب. لكن اسامه لفت انتباهي عشان السرعات كمان اللي عندهم، لا عشان راجع من مسافه مش عايز يعمل له رايح جاي مسافه 100 متر ولا حاجه. اتفضل يا كابتن اسامه. الاثنين وفي نفس برضه كلام في الكرات الدفاعيه لينا والتمركز، الاثنين ما شاء الله، يعني سعد سمير بالرغم انه يعني كان متعار الفتره اللي فاتت لكن من العناصر الاساسيه ومن الاضافه القويه للنادي الاهلي، وهو مر بظروف اصابه قبل كده السنه اللي فاتت ورجع على مباراه مهمه ولعب وادى فيها بشكل كويس. اوكي سؤالين في واحد يا كابتن شريف سريعا بس، يعني تتوقع مين يكون نجم اللقاء النهارده بالنسبه للنادي الاهلي ان شاء الرحمن ونتيجه اللقاء؟ النادي الاهلي كله كل اللعيبه، لو لم نكن النهارده احسن لعيبه موجودين في الملعب مش هنعدي الدور ده. النتيجه 1-1 ان شاء الله. كابتن حشيش. اتوقع طبعا يعني ان شاء الله باذن الله تفوق الاثنين، وليد سليمان ووليد ازارو الاثنين ممكن يبقوا النهارده الورقه الرابحه بتاع النادي الاهلي، وليد سليمان ووليد ازارو الاثنين عليهم شغل كبير قوي، ممكن يريحونا من بدري اتعشم يعني. خد بالك انت معديني في اسلام محارب. أيوة. بتعديني دلوقتي اعتقد ان هم ممكن الاثنين دول 0-0 يعني النتيجه ان شاء الله احنا هنصعد بامر الله. اتوقع النهارده وليد ازارو يعني يفك بقى النحس بتاع الفتره اللي فاتت النهارده ان شاء الرحمن. ايا كان الاجواء هي اللقاء الثاني او النهائي الثاني اللي يجمع ما بين فرقتين عربيتين ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله يبقى الاهلي طرف فيها باذن الله بعد ما حسم الترجي الطرف الاول وصعوده. السنه اللي فاتت كان الاهلي والوداد، السنه دي ان شاء الرحمن يبقى الاهلي والترجي باذن الله على حساب وفاق الصيف. شعرنا قبل اللقاء يا رب انصرنا وفرحنا ليله 23 اكتوبر باذن الله. بعد اللقاء ما تروحوش اي مكان تاني، ارجعوا لنا احنا هيبقى عندنا ان شاء الرحمن باذن الله ليله حلوه على كل الاهلاويه وكل المصريين باذن الله.